صباح الفل والياسمين. بسم الله. ألف هلا وشفا يا حاج. زهرة، افتحي درج الكومودينو اللي هناك ده، هتلاقي علبة قطيفة هتيئة. من عيني. حاضر. هي دي يا حاج؟ تفضل. افتحيها. الله. عجبتك؟ طبعا دي تحفة يا حاج. دي انت جايبها بقى للست حليمة ولا الست فهيمة؟ لا لا لا، فهيمة ايه وحليمة ايه؟ ما يليقش عليهم الحاجات دي. انا جايبها لك انت يا زهر. جايبها لنا يا حاج؟ بمناسبة ايه؟ دي اقل مكافأة تستحقيها. ربنا يخليك، بس مكافأة عن ايه يعني؟ انت اصلك الحقيقة عملتي عمل عظيم قوي يا ست زهرة. عملت ايه يا استاذ منتصر؟ لا لا لا، انتي انقذتي حياة الحاج فرج ابو اليوسف. طب وانت عرفت منين بقى؟ انت ما تعرفيش بقى ان انا عندي مخابرات؟ انا مش عارفه يا حاج مين الناس اللي عايزه تموتك دي، وليه بس عايزه تموتك؟ لا دي حكايه كبيره قوي، ابقى اقولها لك بعدين. المهم عايز اقول لك ان انت كنت كبيره في نظري، دلوقتي بقى كبرتي اكتر. انا عينيا ليك يا حاج، بس معلش ما تزعلش مني، انا الهديه دي مش هقدر اقبلها خالص. طب ليه؟ صدقني يا حاج انا كده هحس ان انا ما عملتش حاجه. انا اذنك لما تعوزني ابقى اضرب لك راس. استني يا زهر. افندم يا حاج. انت كده بقى هتزعليني منك. خدي بقى من ايدي ما تكسفينيش. حاضر يا حاج، انا هاخدها بس عشان خاطرك. انا اذنكم. بذمتك شفت ناس بالاخلاق دي؟ قوليلي اخبار الحب ايه؟ قصدك ماجد؟ قصدي الحاج. ده راجل فاكر ان اي واحده يقدر يشتريها بفلوسه، مع اني اقولك حاجه، طيب قوي دمه خفيف. والنبي انت عبيطه. وهي اي واحده تحب تبقى عبيطه يا هبله انت؟ يا زهره الدنيا فرص. كلام بكر عيني وراسي، لكن اعمل ايه بقى في بختي؟ مش قادره يا نوال، بحب ماجد قوي. يعني اتفقتوا؟ يا بنتي من غير ما نتفق عينينا بتتكلم، مع ان هو بقاله كام يوم ما جاش المستشفى. بقولك ايه، تيجي نكمل رغي كده ونجيب سندوتشات فول وطعميه. فول ولا طعميه؟ واحد فول واحد طعميه. هيكون نسي يحط لك طرش. لا يا بابا. قولي لي بقى، ما بتتكلموش في الموبايل ليه؟ اصل ما يعرفش ان انا جبت موبايل، عشان كده بضرب عليه ما بيردش عليا. طب ما الحاج ومنتصر عارفين ان ريتك اكيد ادوها له. لا ما هو ما بيجيش المستشفى، هيشوفهم فين؟ مين قال لك؟ ده جه بعد ما انت خلصتي ورديتك. ماجد؟ ايوه ماجد، حتى انا سلمت عليه. وما سالكيش عليا؟ لا ما سالنيش عليك، تلاقيه بقى اتشغل بحد تاني. يعني ايه اتشغل بحد تاني؟ انت ناوي شفتي معاه حد؟ بصراحه لا، انا ما شفتش معاه حد. امال انت تقصدي مين بالكلام ده؟ اي حد من اللي بيركبوا معاه الطيار. لا 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 لا، ما افتكرش ماجد مش من النوع ده خالص. خلاص براحتك، ما تفتكريش. انا مش قادره افهمك يا نوال، انت ليه بتحاولي تفرقي بيني وبينه؟ يا زهره يا حبيبتي، انت صاحبتي وانا عايزه مصلحتك، مش عايزاكي تعيشي في اوهام وتضيعي الفرصه الحلوه من ايديك. انا فرصتي الوحيده ماجد، ما بحبش حد غير ماجد، مش هتجوز حد في الدنيا غير ماجد، حتى لو جبتولي راجل معاك نص الدنيا كلها. ما شاء الله، بقيت عال قوي يا حاج. انت دلوقتي ممكن تخرج في اي وقت. اخرج اروح فين يا دكتور؟ تسيب المستشفى؟ خلاص مبقاش فيه لازمه ان انت تستنى هنا. لا لا لا، ده فيه لازمه قوي، انا حاسس ان لازم استنى شويه. صدقني يا حاج انت بقيت زي الحديد، مفيكش حاجه. امره غريبه يا دكتور، حديد ايه زرنيخ ايه؟ وانت هتعرف اللي انا حاسس بيه اكتر مني. طب حاسس بايه يا حاج؟ حاسس ان قلب بعيد نار بعيد عنك. قول كده بقى. على العموم انا هكتب لك على حقن مناسبه تبقى تاخدها في البيت عندك، هتبقى زي الفل، بس على شرط زهره اللي تديني الحقنه. ماجد ماجد
ماجد العمالة من الصبح عندها عليك، انت بسمعني ولا ايه؟ ما خدتش بالي. ايه يا ماجد؟ في ايه؟ مفيش. اصلك انت النهارده طول النهار يعني ما اتكلمتش معايا خالص. يعني عشان اعمل خطر للحاج مش عايزه يزعل. يزعل؟ وايه اللي دخل الحاج بيني وبينك؟ ما انا لسه سامع اخبار حلوه. اخبار حلوه بخصوص ايه؟ انا مش فاهمه. يعني مش عارفه؟ لا مش عارفه. احنا مش هنقف نتكلم هنا، ممكن تنزل تحت تستناني؟ ولو ترى الحاج هيسمح لك؟ انا مش فاهمه انت تقصد ايه. انا واحده حره، ما حدش ليه كلمه عليا. وبعدين الحاج خارج النهارده، انا عايز اعرف اشوفك ازاي بعد كده. ماجد عشان خاطري انا هغير هدومي وهنزلك على طول، استناني ها من فضلك. كشة كده ليه؟ بس اتخنقت. اتخنقتي مع مين؟ بقول لك ايه، سيبيني في حالي، انا اعصابي تعبانه. طب اسمعي، الجدع اللي مع الحاج بتاع المستشفى جه وجاب معاه اكياس كان كده فيهم هدوم، عايزاكي تخرجي تبصي عليهم، لا يكون اخوكي ادى المدعوقه دي خطيبته حاجه. ايه؟ هو الراجل ده مش عايز يسيبني في حالي؟ انا مش عايزه منه حاجه. ايه ده يا ابني؟ مفيش غير كيس واحد. تبقى المدعوقه خطيبه اخوك هي اللي لطشت الباقي. هو فين خليل؟ نايم بره. ماشي خليل. عيله واطيه صحيح.